السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية عملوا مع بعض مبادرة دولية عظيمة جدا، هدفها إعلاء قيم الأخوة والإنسانية واحترام الآخر مهما كان مختلف في دينه أو لونه أو شكله أو جنسه. كلنا إنسان، كلنا أخوة، نتعامل مع بعض بود وأخوة ومحبة. وتم توقيع وثيقة لذلك سميت بوثيقة الأخوة الإنسانية، وقع عليها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان معا. ولعظمة هذه المبادرة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم 4 فبراير اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وذلك ابتداء من 2021. وبذلك يوم 4/2 الماضي كان أول يوم عالمي للأخوة الإنسانية، ولأن المبادرة دي هي استكمال لمنهج مدارسنا المدارس المصرية اليابانية، ولأنه يعزز القيم والمبادئ الإنسانية لدى تلاميذنا ويعزز أهمية الاختلاف بين البشر، وقد إيه الاختلاف بين البشر ده بيدي إثراء وعظمة للكون، ولتعليم أولادنا أهمية احترام الآخر، أطلقت وحدة المدارس المصرية اليابانية مبادرة الأخوة الإنسانية، وتدعو أولادنا للمشاركة فيها من خلال عمل فيديو يعرف به التلميذ عن نفسه ومحافظته ودولته وأشهر الأماكن الموجودة في محافظته وما تشتهر به، ويبعث برسالة حب لجميع أطفال العالم ويدعوهم لزيارة بلادنا الحبيب مصر، وذلك خلال الفترة من الأحد القادم 7/2 إلى الأربعاء 10/2. في انتظار مشاركتكم وفيديوهاتكم الرائعة وإبداعاتكم المتميزة دائماً.